إنتاج مشترك للكلمات مولاي الحسين الخوجاني والنويقظ وبيريك، تلحين عزيز الجناح وتسجيل محفوظ الجنادي أداء لحبيب المساوي، مهرجان الواحد لكن مهرجان جميل بصراحة شائع وكبير وبارد. مهرجان الواحة والبادية بكسريت مسعود في قلب واحة تيغمر تجسيد للحمة القبيلة ولأدوارها الممتدة في حماية الإنسان والمجال. بين 11 و12 و13 غشت 2016 تحول قصريت مسعود إلى مشهد حي من الفعالية والعرض المباشر للتراث الصحراوي وإلى فضاء ممتد يوفر صلة الأرحام بين أفراد قبيلة أيت مسعود داخل وخارج أرض الوطن. جريدة راد نيوز التي واكبت هذا الحدث منذ البداية وحتى النهاية تعد وثائقيا خاصا عن مجمل فعاليات المهرجان سيعرض قريبا بحول الله. راسك حل فيه الظافير ما هو متخطي للعلمان الفم اشرب وزن عينان ما يلحق له حتى التعبير احس امان الله كان افضل عن كعب ابن وجوهين قلبه حتى مغلب حسان ابو صير ذاك الشهير يلي شكروا باللغتان اعطيني يا رب التيسير ودين نعبر باللسان معجزات ومازال صغير شفيعو شفيعو نبيل مرحبنا مرحبنا برسول مرحبنا مرحبنا برسول نبي سيد البشر بسم الله بسم الرحمن قول الملك العالي الاكبر ياهي نشكر سيد عدنان ياهي نشكر سيد عدنان وخيار اللي خلى مدر نشكر حمزه وقوم والعيال نشكر ابا بكر عمر نشكر زاد ملي عثمان نشكر زاد ملي حيدر 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 ابا بكر المن المنان يعني اسكي ابا بكر عمر بيه ومثل الايمان عمر له للجنه قمر عمر كافر كل الشيبان ترجعهم في بلدنا يحصل عثمان عثمان يفكر عثمان عثمان يفكر جابوك مجهز قزيان تجهيز منادق متيسر اللي هو علي طحان سلطان الفاتح خيبر ابي الحسن والحسين اكبر اخباره من الاخبار اخباره من الاخبار اكبر فاخرتينا نجبر كدر تلطف بيا يوم من عيد الروح انا وحدي في قمر اول نجواب الملكين يجري في لساني ما يحصل ترحم يا الله الوالدين انت اللي عهدك ما يغدر وارحم جميع المسلمين واسقيها من حوض الكوثر تلعت لي وجهودك الزين عاقب ذا من شيء من تنعتني فبوس النيل اللحية هي والمنحر والشكر الغير وقاع منين أقفال عليه بست أغشر محمد خاتم النبيين مارق من قريش ومدر عرب منهم وزين الدين وزين سمعة دعوة مغفر وزين سمعة دعوة مغفر محمد سيد الكونين محمد سيد المحشر يا ايت مسعود والله الله عفاكم عفاكم.
حفاكم، شكرا.